اول شيء بدنا نعرف سبب الدي توتال. ناخذ فايندينج ذا سبيد، وتتذكروا قلنا راح تكون عندي اول شيء بدي احسب دي توتال. هلا دي توتال عندي 3.8 زائد 3.8 زائد 5، بعدين عندي 1 2 3 4 5 في 4، واخر شيء عندنا 3.8 زائد 3.8 عفوا مش 3.8 الكار باركس 3.5. اذا عندي 2 كار باركس 3.5 ارتفاعهم، الجراوند فلور ارتفاعه 5، بعدين عندي 5 طوابق اللي هم 1 2 3 4 5 لحد L5 L6 وL7 والاخير طبعا نوت ابليكابل، ها زيرو. فصار عندي الديستنس بين التيرمينال فلورز راح تكون 3.5 و3.5. حد يحسب لنا هدول، نشوف ايش الرقم بيطلع. علي صوتك. 39.6 متر. اذا هاي هي هذا التيرمينال. هلا راح اطلع بي، فعندي راح تكون دي على V1 زائد V1 على A زائد A على J، بدها تساوي أول خيار راح نبدأ بالعشرين من هون، راح نعوض هلا محل هاي 39.6، راح نعوض هون واحد وهون واحد وهون واحد، راح تصير المعادلة هاي 20 بتساوي 39.6 على V1 زائد V1 زائد واحد، ننقل العشرين هون ونضرب في V1 بصير عندي V1 سكوير ناقص 19 G1 زائد 39.6 بيساوي 0. مظبوط هيك؟ حد يحل لنا المعادلة التربيعية؟ 16.6. علي صوتك. 16.6 متر بير سكند. والحل الثاني؟ 2.38 متر بير سكند. هلا راح تستثني هذا الرقم لانه هذا ما راح يحقق الشرط اللي هو ريتد سبيد اتيند ان وان فلور جيرني، اوكي؟ بدون ما نفحصها او بدكم تفحصوها لنتاكد انه دي لازم يكون اكبر من او يساوي في اي زائد في سكوير جي اي سكوير في سكوير جي على اي جي. هذه السرعه لا تحقق هذا الشرط فراح نستثنيها وناخذ هاي. هلا مين اقرب سرعه لها بالبريفيرد؟ 2.5 متر بير سكند. فراح احط هلا هون V1 تساوي 2.5 متر بير سكند. هلا ناخذ الثانيه، لو كانت هاي 25 25 لما بنقل 25 على الجهه هاي بصير عندي بدل 19 بصير عندي 24، فبصير المعادله هاي 24، فبطلع السرعات V2 هاي راح تصير V2 V2 تساوي 22.2 والرقم الثاني 1.78 متر بير سكند. نفس الشيء هذا الرقم ما راح يحقق الشرط، واقرب قيمه بريفيرد اظن 2 مش هيك؟ هاي 2 متر بير سكند، ف V2 راح تكون 2 متر بير سكند. وناخذ الثالث، الرقم الثالث الرقم الثالث راح نعوض هون 30، فعندي V3 راح اعوض هون 30 وبصير عندي هذا 30، وهذا الرقم بدل ما يكون 24 بصير 29 مش هيك؟ تطلع V3 تساوي قيمتين 27.6 27.6 والرقم الثاني 1.45 راح يصير عندي. اذا هذا راح اعمله راح يصير عندي 1.6 متر بير سكند. اذا هون راح يكون عندي V3 1.6 متر بير سكند. هاي خلصنا من السرعات وطلعنا الثلاث سرعات نجربهم. ليش عم نجرب سرعات مختلفة؟ لأنه ممكن سرعة من السرعات شو تعمل؟ تخفض لي عدد الاليفيترز، ها؟ ممكن